عاجل وبالفيديو، هبة عبوك تتخلى عن نصف ثروتها لأشرف حكيمي. كشفت صفحة ويلت الشهيرة عبر منصة انستغرام والتيك توك والتي يتابعها أزيد من 7 ملايين متابع أن الحبيبة السابقة للنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي هبة عبوك أمرت بالتخلي عن نصف صافي ثروتها له بعد تقديم طلب طلاق بسبب الخيانة الزوجية. وكشفت الصفحة الشهيرة عالميا أن الممثلة التونسية هبة عبوك سعت في البداية إلى حصول على نصف صافي ثروة أشرف حكيمي البالغ 70 مليون يورو في السوية طلاق، لكن تم اكتشاف أن جميع أمواله كانت باسم والدته. المصدر ذاته أكد أنه وبسبب هذه الثروة يمكن لأشرف حكيمي أن يتوقع دعما ماليا من هبة عبوك عارضة الأزياء والممثلة الإسبانية والتي تقدر ثروتها الصافية ب3 ملايين دولار. يشار إلى أن الممثلة التونسية هبة عبوك أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها رفقة شاف في إحدى المطاعم، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما. وظهرت الحبيبة السابقة للدول المغربي أشرف حكيمي وهي تبادل النظرات الرومانسية مع صديقها الذي علق على الصورة التي جمعتهما قائلا أعشقك. وراودت متابعي الثنائي هبة عبوك وأشرف حكيمي شكوك حول ما إذا كانت تعيش قصة حب جديدة على الرغم من مرور فترة قصيرة من انفصالها عن أشرف حكيمي.